اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. طبعا لا صوت يعلو فوق صوت مباراه الاهلي وفيتا كلوب اللي بتفصلنا عنها ساعات قليله جدا. طبعا مباراه مهمه ومصيريه للنادي الاهلي في اطار مشواره الافريقي. هنتكلم عن تفاصيل هذه المباراه وعن الافضل لاداره اللقاء فنيا من جانب كابتن موسيماني، وطبعا السيناريوهات المحتمله لهذه المباراه وللمجموعه كلها. الحقيقه طبعا كل ده هنتكلم فيه مع كابتن احمد عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي السابق اللي منور الدنيا. صباح الفل يا فندم. صباح الخير، مبسوط ان انا موجود معكم النهارده، وبتمنى التوفيق النهارده ان شاء الله للنادي الاهلي باذن الله. صباح الخير كابتن احمد، واحنا كمان سعداء والله وجود حضرتك معانا، وعايزين نروح لكذا نقطه ويمكن العديد من الزملاء يعني طرحوها، ولكن احنا محتاجين برضو نقرر ونتساءل علشان نعرف احنا الدنيا دلوقتي هيبقى شكلها ايه. مبدئيا لو بدانا بالتوقيت، انا النهارده كان في رد على التوقيت، لان لغايه امبارح احنا ما كناش عارفين هل التوقيت هيبقى لصالحنا ام لا. لا، واضح ان الموضوع النهارده لصالحنا، لان الجو زي ما احنا تابعنا مع دكتور محمود شاهين الرطوبه مش عاليه لان في امطار، فدي جت من عند ربنا. دي نقطه. النقطة الثانية بنتكلم عن بقى، وده الأهم، فكرة برضو وجود جمهور، وده أعتقد شيء الكاف تحدث عنه، إن ما فيهوش يعني كده منافسة يعني شريفة إلى حد ما، أو في يعني زي ما نقول كده تكافؤ فرص. بالظبط، تكافؤ فرص. فخلينا أروح مع حضرتك للنقاط دي، وبعد كده نخش بقى تفصيليا للأداء النهاردة والتوقعات. طبعا بدايه الامور اتصعبت علينا بعد المباراه، تعادل المباراه اللي فاتت جدا. نبتدي الموضوع من المباراه اللي فاتت، يعني النادي الاهلي قبله سوء توفيق غير طبيعي المباراه اللي فاتت. صحيح، في ظل ما ضيع فرص كثيره جدا، عدم التوفيق في معظم الهجمات، عدم التوفيق مثلا في حكم المباراه، مع ان حكم المباراه ده حكم جيد جدا، بس حسب عليه ضربه جزاء غريبه جدا لحد دلوقتي مش مفهومه. عدم التوفيق برضو، ان عدم وجود الفار في دور المجموعات دي برضو حاجه ضرتنا. حاجات كتيره كانت ضد النادي الاهلي في اليوم ده، بس هو النادي الاهلي قادر على تحدي جديد ويعدي المشكله دي. يعني لعيبه النادي الاهلي عندهم الخبرات بالذات في المباريات الافريقيه، ان هو اتحطينا في مشاكل كتيره قبل كده، لكن لعيبه النادي الاهلي يحطوا ايديهم في ايد بعض مع الجهاز الفني مع مجلس الاداره، بيقدروا يخرجوا بره اي كبوة او بيخرجوا بره اي مشكله بتقابلهم. وان شاء الله النهارده مع المكسب هنرجع تاني نطمن. المباراه هم بيختاروا طبعا ميعاد الساعه 3 ده بتوقيت مصر، مقصوده او يعني طبعا مباراه. احنا شفنا اداء لعيبه النادي الاهلي في مباراه سيمبا، كان في مشكله كبيره جدا، الرطوبه عاليه جدا، واحنا لعيبه مرينا بالظروف دي، والجو ازاي بيبقى حر وازاي الرطوبه عاليه جدا، وهم متعودين على الجو ده. انا كنت اتمنى خلال الفترة اللي فاتت مثلا مباراة النادي الاهلي وبيلعب مع الاسماعيلي او مباراة في الدوري، كنا نلعب في نفس التوقيت ده. مشكلة النادي الاهلي برضو، انت لعيبة النادي الاهلي واخدة على توقيت الساعة بالليل على طول، معظم دي حاجة بتبقى ده تسويق عشان قناة تلفزيونية حاجة زي كده. لكن كنت اتمنى ان النادي الاهلي يلعب مباراة في الوقت ده. الفترة اللي فاتت كان في حر في وقت من الاوقات، كنا لعبنا مباراة مثلا في الدوري او مباراة ودية مثلا في الوقت ده، اللعبة بتاخد على الجو ده، اللعبة بتاخد على التوقيت ده، تجهزنا يعني بالظبط كده. بالظبط كده. لكن طبعا هم اكيد سافروا قبل المباراه بفتره وتمرنوا على في الوقت ده على الملعب وعلى الجو، واتمنى ان شاء الله. احنا محتاجين توفيق بس في المباراه، وان شاء الله نطلع بنتيجه جيده، لان المباراه النهارده نعتبر عنق الزجاجه. المباراه النهارده مباراه، مش هقول مباراه البطوله، مباراه الصعود من دوري المجموعات. اتحطينا خلاص في ظرف ان احنا لازم نعدي المباراه دي بنتيجه ايجابيه. هو ده لو يعني لاي سبب الاسباب، لو لا سمح الله ما كانتش النتيجه ايجابيه والمباراه انتهت بالتعادل، طبعا التعادل الى حد كبير هو نسبيا مفيد لفيتا كلوب، مش لينا احنا قوي، بس لو افترضنا كده فده بالتالي. يعني انا عايز اتكلم في كذا تفصيله في النقطه دي الحقيقه، بس نمشي واحده واحده. مبدئيا تخيل حضرتك لكيفيه اداره موسيماني لهذا اللقاء، هل يعني هيحاول يقفل منطقه وسط الملعب ويعتمد اكتر على الهجمات المرتده، ولا بالعكس نتيجه اللي حضرتك بتقوله ان احنا اتحطينا في الموقف اللي ما بقاش فيه عندنا رفاهيه ان احنا حتى نفكر في تعادل، فبالعكس هيكون بيهاجم من اول لحظه، شايف ممكن موسيماني يتصرف ازاي؟ لا، انا شايف النهارده المباراه، يعني في اوقات كتيره جدا المدير الفني بيفكر ان المباراه خارج ملعبه ان التعادل بيكون في صالحك، لكن في الموقف اللي احنا فيه انا شايف ان التعادل مش هيكون في صالحنا قوي لو النتيجه مثلا اقل، لو 1-1 او 0-0 او 2-2، لان ممكن في حال الاحوال ممكن يوصل الموضوع انك انت بتبقى مع فيتا كلوب، لان سيمبا متفوق وعنده ماتشات يعتبر سهله شويه. فممكن
انت توصل في وقت من الاوقات في نهايه دوري المجموعات ان انت وفيتا كلوب توصل في عدد اللبنات زي بعض، فدي هتقابلك مشكله كبيره جدا لو انت تعادلت 0-0 او 1-1 هناك. طبعا لائحه الفيفا بتقول ان في حال تعادل او تساوي الفريقين في عدد النقاط بيشوفوا نتيجه المباراتين، فانت متعادل هنا 2-2 برضه، ده برضه عدم توفيق غريب جدا حصل لنا برضه ان احنا نتعادل 2-2 هنا، لان لعيبه النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي مش سهل اللي يخش فيه في استاد القاهره هدفين طبعا. فدي برضه من الحاجات الغريبه جدا اللي هو ده اللي صعب الدنيا. فاحنا انا شايف مستر موسيماني انه بيلعب النهارده المباراه على المكسب، لا بديل عن المكسب. انت بتلعب النهارده اكنك بتلعب على نهائي افريقيا، الكاس قدامك والبطوله قدامك، مش هتخسر البطوله لما تكسب المباراه دي. فزي ما بقول لحضرتك ان لعيبه النادي الاهلي عندهم الخبرات ان هي بيتحطوا في المواقف دي وبيقدروا يعدوها وبيقدروا يتغلبوا على المواقف دي. فاتمنى ان شاء الله النهارده في بس هدوء شويه، ولعيبه الاهلي عندهم الهدوء ده. اتمنى طبعا التوفيق للعيبه غير التوفيق للاعبينا المباراه اللي فاتت. انا شايف فرقه فيتا كلوب دفاعيا مش 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 جامدين قوي، عندهم بعض المشاكل في خط الدفاع، بس هم عندهم ميزه كويسه قوي، بيعرفوا يطلعوا الكوره من الدفاع للهجوم وبيوصلوا كويس، وده على كان ملعبنا في استاد القاهره على ملعبهم طبعا مع المسانده الجماهيريه مع الجو مع الظروف كلها هيبقوا شكلهم افضل وعندهم روح المكسب طبعا، لان هما جات لهم فرصه ان هو بيلعب على بطل افريقيا وان هو يوصل بالشكل ده مباراه التعادل هنا في القاهره، دي طبعا بتدي له ثقه زياده. لكن زي ما بقول لحضرتك النادي الاهلي ان شاء الله قادر ان هو يتغلب على كل الظروف دي ويطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله يا مسهل. طيب قبل ما نخش التفاصيل برضو وتوقعات، يعني ازاي ممكن يكون في خطط على الارض من قبل باتسو موسيماني، زي مثلا هنعتمد على مهاجم مثلا وهمي ولا هنعتمد على راس حربه صريح، الحاجات دي برضو خلينا نروح لها بس فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. نروح بحضراتكم مرة تانية، وزي ما احنا عارفين كل مباراة يعني بيلعبها الأهلي بيكون في كده استعدادات كمان في النادي علشان الأعضاء لما يحبوا يشاهدوا هناك المباراة ويتابعوها. وطبعا احنا برضو هنتكلم دلوقتي معنا مراسلتنا سالة حامد وهي معها لقاء هناك مع الأستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان الاستعدادات اللي كنت بقول لحضراتكم عليها بخصوص بقى الشاشة وإن الجمهور يتابع المباراة اليوم. سالة بصبح عليكي واحنا سامعينك طبعا وصبحي على ضيفك، تفضلي. من جديد برحب بك انا هواند وبرحب بك كريم وطبعا بالكابتن احمد عبد الفتاح نجم النادي الاهلي السابق في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني معي في هذه اللحظات من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف اكتر عن استعدادات النادي لاستقبال الاعضاء في مباراه اليوم وكمان اخر التطورات الانشائيه. يعني معي في هذه اللحظات الاستاذ السيد خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا برحب بحضرتك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي وبصبح لحضرتك طبعا في البدايه. خير وبرحب بيكم وبرحب بالساده المشاهدين. في البدايه طبعا عايز اعرف من حضرتك النهارده يعني استعدادات النادي لاستقبال الاعضاء في مباراه اليوم وطبعا مع تطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه. طبعا النهارده احنا عندنا ماتش، النهارده نقدر نقول الاول ان ده يوم مش عادي، يوم جميل للساده الاعضاء كلهم وجماهير النادي بتستناه، لان عندنا مباراه مهمه جدا جدا في البطوله الافريقيه، فده بيبقى يوم مش عادي. فبالتالي احنا كاداره برضو بنستعد له بشكل غير عادي وغير تقليدي. في البدايه طبعا اعضاء النادي احنا بندعوهم النهارده ييجوا يتفضلوا عندنا في النادي، كل شيء متوفر ليهم بشكل جيد جدا. الاعضاء في العادي بيحبوا ييجوا يتفرجوا في النادي اكتر من البيوت، لان بيبقى في تجمعات طبعا وبتبقى يعني نفس شكل الاسره الواحده والعيله الواحده للنادي. اعضاء بييجوا يقعدوا مع بعض ويتمتعوا بيوم كامل من الاول الصبح لغايه اخر اليوم. احنا بالنسبه لنا عشان الماتش ده مهم جدا بالنسبه لنا بنستعد استعداد كامل الحقيقه من الصبح بدري، زي ما حضراتكم شفتوا في النادي كله في ارجاء النادي كله من اول الباب للناحيه الثانيه لغايه هنا عاملين اكتر من مكان الحقيقه لمشاهده المباراه بكافه الاجراءات الاحترازيه، المحافظه على التباعد بين الاعضاء وبين بعضها على قد ما نقدر. طبعا عندي اكتر من مكان المشاهده، يمكن 6 أو 7 شاشات، عندي الشاشه الرئيسيه في الحديقه الرئيسيه وفي بعض الشاشات الفرعيه في اماكن النادي المختلفه عشان ما يبقاش في تجمع في مكان واحد، بحيث ان يبقى ايه في اكتر نقدر نقول اكتر يعني استعداد اكتر للتباعد بين الاعضاء ومن بعضها. في نفس الوقت احنا عاملين الحقيقه دعم جامد جدا للكراسي والترابيزات والشماسي، بحيث ان يبقى اي عدد يجي النهارده احنا على استعداد ان احنا نقابله.
العضو يجي هيستريح جدا، هيلاقي مكان متوفر بشكل لائق يليق به، وفي تعليمات واضحة وصريحة ومباشرة لإدارة المنافس عندنا في النادي كلها، بحيث ان هي في اي وقت عضو النادي لما يجي يقعد زي ما هيلاقي مكان محترم يتفرج على المباراة، هيلاقي برضو كل الرغبات بتاعته كل طلباته احتياجاته متوفرة وبشكل سريع جدا. برضو في تعليمات عندهم ان الافراد اللي هم بيقوموا بتوصيل الخدمات للنادي يبقى للاعضاء متوفرين ومنتشرين بشكل كبير جدا، بحيث ان اي وقت العضو يحتاج حاجه يلاقيها من مأكولات من مشروبات من اي حاجه شبه ذلك يعني. تمام، نفس الكلام طبعا عشان انت عارف الماتش الساعه 3 النهارده، فاحنا موفرين كم كبير جدا من الشماسي، بحيث لو الشمس ان شاء الله هتبقى بس خفيف علينا، بس ان شاء الله يعني انا بدعو الاعضاء ان هم يجوا ما يلاقوش خالص. والمهم في الاخر المشهد، بس في الاخر ده اللي يهمنا ان المباراه الحقيقه يعني احنا نقوم يعني هم احنا عملنا اللي علينا، هم بقى ان شاء الله نفوز والاعضاء تفرح، بحيث ان احنا نعدي المرحله دي لان الماتش صعب شويه، ونخش في المباراه المقبله ان شاء الله ونعدي بقى المرحله في المباراه في بطوله افريقيا. طب بما ان حضرتك طبعا معايا النهارده، فعايز اعرف اكتر عن اخر التطورات الانشائيه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني انا شايفه ان طبعا في منافس جديده بتتفتح هنا لاعضاء النادي الاهلي عشان تقدموا طبعا افضل خدمه للاعضاء داخل المقر. طبعا احنا ما بنقفش في الموضوع ده على طول الحقيقه، يعني احنا عندنا كم منافس كبير جدا منتشره في النادي كله، وفي منافس الحقيقه في الفتره القليله القادمه هتفتح، يعني يمكن تكون شفت حاجه قريبه هنا ان شاء الله، في منفذ جديد هيفتح في خلال اسبوع بالكثير. في عندي اكتر من 35 منفذ جوه المقر بجميع بقى الفرايتيز بتاعه الاكل والمشروبات موجوده، بحيث ان احنا نقضي دايما رغبات النادي يعني. فدي بصفه مستمره الحقيقه احنا ما بنقفش عليها، وبنطور بصفه مستمره وبنجيب حاجات جديده يعني. والانشاءات طبعا زي البرنامج بتاع العيله الواحده الحقيقه المجلس الاداره يعني ما بيقفش، احنا على طول في تطوير، وده اللوجو بتاعنا يعني، واحنا على طول بنطور الحقيقه. ففي دلوقتي انشاءات بتتعمل جديده جوه المقرات كلها مش هنا بس. بالنسبه لمقر الجزيره يعني حاليا اللي موجود ان احنا بنطور في الاضاءه بتاعت مختار تشيل الاستاد، وده اللي ماشي حاليا الوقت دوت. ف برضه بقول للاعضاء يستحملونا معلش لو في اي اماكن بنقفل بس شويه عشان الانشاءات، عشان بس ما حدش يتصاب او حاجه، فيستحملونا يعني التطوير اللي احنا ماشيين فيه يعني. أشكر طبعا حضرتك جدا على تواجدك معايا النهارده، مستيك ده وادعوا لنا بقى النهارده ان شاء الله. شكرا شكرا. دانا هواندو يا كريم، كان لقائنا مع الاستاذ السيد خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره من داخل مقر النادي، والان العوده مره اخرى للاستوديو. بنشكرك وبنشكر ضيفك، واكيد احنا هندعي لنفسنا وندعي لفريقنا طبعا، يعني ان شاء الله النهارده يكون فوز مؤكد. احنا زي ما قلنا مش حمل ابدا ولا في رفاهيه حتى التعادل، نتمنى ان يكون النتيجه ان شاء الله بفوز الاهلي. عوده لضيفنا العزيز كابتن احمد عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي السابق. انا معلش عايز ارجع برضو لنقطه كده كنا بنتكلم فيها، بعد كده هنستكمل كلامنا عن تفاصيل اللقاء. فكره يعني الكام يوم اللي فاتوا الكلام عن درجات الحراره وعن الرطوبه وعن توقيت اقامه المباريات او المباريات اللي بياخدها النادي الاهلي في الفتره الاخيره اتكرر كتير. انا عايز اسال حضرتك بحكم ان انت خدت التجربه دي انت شخصيا قبل كده مع النادي الاهلي ولعبته فرق افريقيه في اجواء برضو مش مواتيه قوي، درجات حراره عاليه رطوبه مرتفعه الى اخره، فعلا بتفرق بقى يعني؟ احنا كلنا يعني عارفين حتى من خلال اراء المتخصصين ان بتفرق، بس انا عايز اعرف بقى براي لاعب خاض التجربه الى اي درجه فعلا بتفرق التفاصيل الجوية دي في أداء، يعني تنعكس بالسلب أو بالإيجاب على أداء اللاعبين في الملعب؟ أكيد طبعا لما تلعب في درجة حرارة 40 مثلا غير ما تلعب في درجة حرارة مثلا 25-26 بالنسبة للاعب. المجهود اللي بيعمله اللاعب يعني أنت بيستنفذ في وقت قليل من المباراة لو بتلعب في درجة حرارة عالية. لكن لو الجو مثلا لطيف وكويس اللاعب بيقدر يلعب، ممكن يلعب ساعة ونص ماتش كامل، ممكن يلعب اكسترا تايم كمان، وممكن يلعب وقت أطول. لكن في درجات الحرارة العالية بتبقى مشكله كبيره جدا بتقابل اللاعب. طب هل النقطه دي الاتحاد الدولي لكره القدم مثلا واخد باله منها بيراعيها، او الاتحادات الاقليميه بتبقى مراعيه التفاصيل دي وهي بتحدد مواعيد اقامه المباريات الفتره اللي بعدها؟ اكيد طبعا المفروض كل المنظومه بتشتغل لمصلحه اللاعب، يعني بتختار الوقت اللي هو بيقدر يعني اللعبه دي. اصلا لعبه كره قدم بتمتع جماهير كبيره جدا، فهو عايز اللاعب يعني يمتع شريحه كبيره جدا من الشعوب. عشان وده امتى بيحصل؟ لما بيكون مثلا الجو كويس، بس برضه في بلاد افريقيه الجو بالنسبه لها على طول بيبقى بالشكل ده، فانت مش هتقدر تتحكم في الموضوع ده. لكن هو فعشان كده اللائحه بتتحط في الاتحاد الافريقي بيقول ان المباراه على ملعب مثلا فيتا كلاب هي اللي بتقدر تحدد المباراه الساعه كام واليوم الفلاني، بس هو بيديك
يومين مثلا، خلي المباراه مثلا من يوم كذا ليوم كذا، اختار انت الوقت. كل دوله او كل نادي هو المسؤول على تحديد المباراه في وقتها. النادي الاهلي برضو مباراته الافريقيه بيختار قبليها المباراه بتبقى الساعه كام، بتختار اليوم، فده بتتبعت قبليها. فالنادي الاهلي اللي انا بتكلم فيه انك انت يعني مواعيد التمرين، يعني اكيد النادي الاهلي قبل سافر قبل المباراه مثلا بحوالي 4 ايام، فتمرن يومين على الاقل في الجو ده، فانت متعود اللعيب على الجو ده، بتعوده على ارضيه الملعب، بتعوده على شكل الملعب، المباراه بجمهور. دي كنا بنتكلم في النقطه دي برضو، ازاي احنا على ماتشاتنا اكيد كل دوله هي المسؤوله ان خلاص احنا بنقابل وباء، بنقابل مشكله في عدد الجمهور، هم ما عندهمش المشكله دي ان درجه الحراره عاليه، فعندهم الاصابات قليله او ممكن ما عندهمش اصابات خالص، فهم اكيد متفقين مع الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي زي مباراه سيمبا ان عدد المتفرجين كان 30,000 طبعا، فاكيد برضو هم بالشكل ده اكيد بياخدوا ميزه عننا، بس انت برضو لازم تاخد بالك ان احنا بقى لنا فتره قبل موضوع اصلا وباء كورونا كنا بنلعب بس مباراه برضو بغير جمهور. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه المسؤولين عن الرياضه، السيد وزير الشباب مع وزاره الداخليه مع رئاسه الجمهوريه، خلاص بقى نقدر شويه شويه نخلي مثلا عدد المباريات 5,000 شويه شويه 10,000 لغايه، لان فعلا منظومه كره القدم ناقصها المتفرج، ناقصها المشجع طبعاً. ودي بتفرق مع الانديه الكبيره زي النادي الاهلي وزي نادي الزمالك زي نادي الاسماعيلي. وهنشوفنا نادي الاسماعيلي مثلا في مشكله بتقابله الفتره دي ليه؟ لانه نادي الاسماعيلي بيلعب برضه بغير جمهور، يعني نادي الاتحاد السكندري، الانديه الجماهيريه دي مش بتقابلها، لان دي حاجه الجمهور ده والمشجع ده عنصر مهم طبعاً. جدا في ادائك. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه المسؤولين كلهم ازاي نقدر نرجع بشكل الملعب يكون زي ما قلنا كده حوالي مثلا 5,000 متفرج، وعلى تباعد الاجراءات الاحترازيه اللي بتتاخد في افريقيا مثلا في ماتشات كتيره جدا. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه نقدر نعدي النقطه دي. طيب هل ممكن نقول برضو يا كابتن احمد مشاركه المدرب باكتر من مره في فكره هنا دوري ابطال افريقيا ممكن ان هو يضيف، يعني لو قارنا بين موسيماني مثلا وفلوران هنا كان 5 وهنا كان 5 ولكن الفوز كان 3 مرات لموسيماني وفلوران كان مرتين، ده سريعا حتى بقارن بالارقام، يعني هل الخبره برضو تفرق الى حد ما؟ يعني خلينا نفهم بالظبط، يعني كده لو قارنا بالخبره المفروض موسيماني خبره افضل. بص يعني برضو لازم نرجع بخطوه ورا شويه، اختيار مجلس الاداره لمستر موسيماني. ليه اختار النادي الاهلي مستر موسيماني مع تجربه غريبه جدا ان يجيبوا مدرب افريقي جديده؟ وبالنسبه للنادي الاهلي رائد الكره المصريه ورائد افريقيا، لما يجيب مدير فني بيجيب مدير فني من مدارس مثلا برتغاليه برازيليه اسبانيه انجليزيه، وده اول مره مجلس اداره النادي الاهلي، وساعتها حصل كلام كتير جدا في السوشيال ميديا ازاي النادي الاهلي يجيب مستر موسيماني وازاي ومع او ضد ومع كلام زي ده اتقال. لكن في الاخر كانت النقطه ايجابيه لمجلس اداره في النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، وازاي ان هو الاختيار كان اختيار فعلا صحيح، وازاي ان النادي الاهلي مع مستر موسيماني يقدر ياخد بطوله، خد بطوله افريقيا البطوله التاسعه، وان شاء الله نقدر البطوله العشرة السنه دي من المباراه الاخيره نعدي المشاكل دي. مستر موسيماني واخد الخبرات دي مع فرقه سان داونز الجنوب افريقي وعامل بيها نتائج ايجابيه واخد بيها بطوله افريقيا وكمل ده، يعني ما اتقالش مثلا ان هو كان مع فرقه جنوب افريقيا عامل نتيجه، ولا جه واكد المعلومه واكد خبراته مع النادي الاهلي ونجح مع النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله هو كان مستر موسيماني عنده نقطة مميزة جدا، ودي تبقى حلوة قوي على المدير الفني، دي مش بتقلله ان هو موفق جدا، زي ما بقول محظوظ ان هو يمسك النادي الاهلي، ومحظوظ ان هو ياخد بطولة مع اول ما يجي يمسك ياخد بطولة افريقيا اللي بعيد عن النادي الاهلي بقاله فترة طويلة جدا. حسدناه بقى بالنقطه دي، حصل هل هو حسد كابتن احمد فعلا ولا الموضوع ان احنا لسه تحت، يعني او قعدنا فتره طويله تحت لسه فكره المونديال والمركز الثالث؟ يعني أكيد هي أكيد بطبيعه الحال لازم هتاثر، بس المفروض تاثيرها ما يمتدش يعني لمراحل متقدمه. بتهيألي ده اللي بيحصل على طول، لعيبه النادي الاهلي بعد كل بطوله بتفصل، خلاص خدنا بطوله الدوري خلصت، دخلنا على بطوله افريقيا خدنا بطوله افريقيا خلصت، عندنا بطوله مهمه تانية. ده النادي الاهلي، دي طبيعه اللاعب النادي الاهلي اللي هو
ما بيلحقش يفرح قوي او بياخد فتره طويله في فرحه او بياخد فتره طويله في زعله، على طول بيخلص بتخلص بطوله بيخش على بطوله جديده. صح الموسم يعني كله كوم، وفكره ان احنا يعني برونزيه مونديال العالم للانديه دي خلت عند المشجعين عند المتابعين تشبع يعني جدا يعني جدا. بعدين ايه خلاص بقى احنا قاعدين ايه يعني عارف مالي مركزك وخلاص مفروغ بقى من المباريات اللي جايه. أيوة دي تحصيل حاصل اللي خلانا لاعبنا كبار العالم حصل، فاكيد هيبقى الموضوع اسهل نسبيا لما نتكلم على كبار افريقيا، لكن ده حصلت فيه عكوسات. ده ده ده, ده فعلا اللي حصل. اللعيبه سرحت شويه، سرحت في المكسب، سرحت في قطر في الملاعب الجميله في الفرق الكبيره، شكل مختلف تماما انك تلعب في كاس العالم للانديه وبتلعب في مباراه افريقيه بره كمان بره ملعبك، الموضوع مختلف تماما. لعيبه النادي الاهلي المره دي الفرحه طولت شويه، حتى كمان حصل بعض النتائج السلبيه في الدوري والاداء ما كانش مميز في بعض المباريات، اللعيبه واخده وقت شويه. بس انا شايف بعد فوز مباراه النادي الاسماعيلي مع انا شايف مباراه فيتا كلوب النادي الاهلي المباراه الاولانيه قدم مباراه كويسه جدا، بس عدم التوفيق خلانا قلقانين لان فعلا فرص كتيره جدا ضاعت في المباراه. النتيجه السلبيه اللي في المباراه خلتنا قلقانين، بس انا زي ما بنقول ان شاء الله قادرين ان احنا نعدي المباراه دي على خير، ولو عدينا المباراه دي على خير ان شاء الله يبقى خلاص عدينا دور المجموعات باذن الله. بتهيالي ممكن فعلا ساعتها بقى زي ما بيقولوا مش النحس اتفك ولا حاجه، بس يعني زي ما بيقولوا خلاص الدنيا ابتدت تمشي تاني او تعود مرة تانية مع الأهلي زي ما كانت في السابق. وأتمنى بس ونأكد على فكرة هنا يعني إهدار الفرص يعني يعني أكيد. فكرة هنا أو سيناريوهات إهدار الفرص الضائعة دي أتمنى إن هي لا تكرر أكيد مرة تانية، لأن زي ما حضرتك قلت المباراة اللي كانت هنا في مصر كانت غريبة جدا يعني، وفعلا زي ما تحس إن الموضوع مش مفهوم هو كان إيه اللي بيحصل يعني كنا بنلعب كويس بس في حاجة غريبة يعني. ما هو ده بيحصل في فرق كبيرة جدا وبيحصل لعيبه كتير جدا مميزه حصل مع دوريات مختلفه اسباني والانجليزي. بس احنا النهارده ما عندناش فرصه ان هي تتكرر مره ثانيه. لا ان شاء الله عايزين بس التوفيق لوتر بواليا لو لعب ان شاء الله. اللعيب بيأدي ماتشات كويسه جدا بس مقابله سوء حظ غريب جدا طبعاً. اذا كان محمد شريف، اذا كان مروان صلاح محسن لما نزل المباراه اللي فاتت احرز هدف جميل جدا. مهاجمين النادي الاهلي ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق النهارده مع قفشه مع السوليه مع كل اللعيبه، ان شاء الله نقدم مباراه كويسه ونفرح جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي محتاجين جماهيري محتاجين يفرحوا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب باذن الله باذن الله. طيب احنا عايزين بقى ايه نعرف الناس بعد التوقعات، كنا احنا قلنا في بدايه حلقه النهارده صحيح. توقعات حضراتكم ايه بالنسبه لنتيجه المباراه؟ ما تسمعينا كده يا اسمعكم يلا ناخد فكره. طيب انا هقرا معلش اسمحوا لي بقى من التليفون علشان الموضوع يعني يبقى بشكل كمان سريع. هقرا مع حضرتك سريعا. استاذ محمد فراج بيقول 1-0 للاهلي، عايزين نشوف التوقعات الكومن الكتيره. استاذ سيد بيقول 2-0. محمد حاتم 2-0. هيما 1-1. مش حلو ده مش حلو ده يا كابتن. هو جماهير النادي الاهلي لسه مش مدركين الموضوع قوي. مش عارفين الموضوع ممكن يوصل لايه. عشان كده هيثم محمد 1-0. مايا اشرف هي بتقول نفسها ان هم يحققوا فوز بس مش كاتبه بقى التوقع يعني. علي عبد العمراني انا مش عارفه اقرا الاسم بصراحه. 2-0. ما تكمل انت بقى. طب ما بتكبرش الشاشه عن كده. ما انا عشان مش عارفه اقرا عشان الموضوع مش. طب والنبي يا كابتن احمد كده خد فكره هتعرف تقرا. انت اصلا قريت اللي فات ازاي؟ انت عامل خطوط صغيره جدا. انت قريت اللي فات ازاي؟ احنا مش عايزين بس نزعل والله الناس، فعشان كده بنحاول على قد ما نقدر. بس انا اقدر يعني انا هقول لك على حاجه يعني. ابراهيم مثلا تايسون برده 2-1. احمد 1-0. عبد المنعم 2-0. يعني انا مش شايفه حد برضو كابتن احمد خارج عن 2-0 او 1-0 يعني ما فيش جوال اعلى من كده. بص المباراه اللي فاتت والفرص اللي ضايعه لو طبيعي اللوجيك في في في, في نتيجه المباراه الاهلي يكسب المباراه دي على الاقل 4-5. صحيح فرص غير طبيعيه قابلت ووتر بواليا، اذا كان صلاح محسن، اذا كان مروان محسن، اذا كان محمد شريف، فرص بالجمله في المباراه. لكن فهم شايفين اداء النادي الاهلي في المباراه. انا شايف برضو حارس فريق فيتا كلوب انا شايف من وجهه نظري ضعيف جدا، بس كان موفق
موفق يومها بطريقه غريبه جدا. الكره بتخبط في دي مثلا وتخبط في العارضه، كره بتبعد عن الجون، لعيبه تركيزهم كان قليل شويه، ما تعرفيش اليوم كان استقبالا لسلسله النحس اللي قابلتنا في الماتش ده. والغريب فعلا حكم المباراه يعني، لا البنالتي ده موضوع تاني، ده المفروض بقى نقعد غريبه جدا شهر نتامل اللعبه دي غريبه جدا. بناء عليها اولا ولا فيها اي زقه او دفعه او اي طبعا. حاجه ثانيا خارج بره ال 18، والحكم برضو من الحكام الجيدين جدا في افريقيا، معروف ان هو انا قابلت كابتن سيد عبد الحفيظ بعد المباراه قال لي المشكله الحكم ده احنا عارفينه حكم جيد جدا، فده برضو اللي بيوصلك في الاخر ان انت مش موافق يومها ان يجي لك حكم مش موافق في لعبه زي دي مع لعيبه مش موافقه، هو بيبقى مش يومك. بتحصل على فكره للناس كلها في مجالات مختلفه، بيبقى فعلا الواحد مش يومه يعني. اتمنى بقى النهارده ان شاء الله خلاص بقى يبقى يومنا، لان احنا مش هنستحمل يومين ورا بعض بهذا القدر من التعب. مش هنستحمل يومين ورا بعض بخير باذن الله. هي كلها خلاص 3 ساعات بالكثير بيفصلونا عن بدايه المباراه، اللي اكيد بنتمنى من خلالها كل لعيبتنا التوفيق، وبنتمنى ان شاء الله بكره نودي تبتدي معانا بصباح النصر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نورت الدنيا كابتن احمد، سعداء لوجودك معانا، بنشكرك. وانا كمان مبسوط ان انا موجود معاكم النهارده، وان شاء الله يكمل اليوم بفوز النادي الاهلي ان شاء الله، ونبقى مبسوطين كلنا ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن احمد، نشوف حضراتكم بكره حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.